فقرة نصيحة التأمين، الفقرة اللي كتجاوب على كل تساؤلاتكم، مخصة هاد المرة للتأمين ضد حوادث الشغل. مرحبا دكتور ماتوق. أهلا بك فوزية. دكتور، شنو هو التأمين ضد حوادث الشغل؟ تأمين على حوادث الشغل هو تأمين على المسؤولية المدنية ديال المشغل اللي بموجب القانون مسؤول على جميع الحوادث اللي تقدر تمس الأجراء أثناء ممارسة نشاطهم المهني. وبالتالي فجميع المشغلين الخاضعين لقانون 12-18 خاصة منهم المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاضعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السينيسيس من الواجب عليهم يكتتبوا هذا العقد التأمين عند شركة التأمين، وفي حالة عدم الوفاء بهذا الالتزام كيتعرض المخالف أي المشغل لغرامة كتراوح قيمتها بين 50,000 درهم و 100,000 درهم. إذن وبحال المسؤولية المدنية ديال السيارات فهو تأمين إجباري للمشغلين اللي الهدف منه هو في حالة وقعت حادثة تعويض الأجراء حسب مسطرة محددة على مستوى القانون. كاين جوج أشكال في عقد التأمين على حوادث الشغل. يقدر يتكتتب على أساس لائحة الأجور الإسمية اللي كيعطي فيها المشغل أسماء محددة، وهذا تعني أن الشخص اللي الاسم ديالو ما كاينش في اللائحة غير مشمول بالضمان، وفي هذه الحالة تيكون المشغل هو المسؤول على التعويض. كيف ما يقدر يتكتتب على أساس تصريحات اللي كيدلي بها المشغل بشكل شهري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي وفي إطار هذا العقد كيلتزم المؤمن بتعويض المصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء وأيضا تكاليف أطراف الصناعية والبديلة، بالإضافة إلى نفقات مساعدة شخص ثالث لتلبية احتياجات الحياة اليومية ومصاريف الجنازة في حالة الوفاة، كيف ما يقدر يكون تعويض على أي انقطاع العمل أو تعويض عن العجز الدائم اللي كنسميه بالفرنسية لي بي بي، اللي يقدر يكون على شكل رأس مال أو إيراد دوري. وخاص نعرفوا أنه كان واحد ضمانة اختيارية اللي ممكن تزاد على عقد تأمين ضد حوادث الشغل، واللي هي تغطية الأمراض المهنية اللي ممكن يتعرض لها الشخص من جراء ممارسة المهنة دياله، واللي كيقدر يكون عندها عواقب وخيمة عليه بحال العجز البدني الدائم أو المؤقت ومصاريف الاستشفاء والتطبيب، وكيخص تكون هذه الأمراض مرتبطة بمزاولة عمل الشخص، وفي بعض الحالات كتظهر هذه الأمراض من بعد مدة طويلة من بعد انتهاء العلاقة الشغلية. شكرا دكتور ماتوق. الفقرة المقبلة نصيحة جديدة حول التأمين، ولا كان عندك أي تساؤل زور الموقع الإلكتروني أو اتصل بأكابس 3W.akabs.ma.